عسلامة يا جماعة، وينكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا بيتزا. بيتزا سهلة مهلة، ما تتكلفش، يحبوها الصغار قبل الكبار. باش نبدأ. بسم الله. هذايا عنا إرطال فارينة. عنا لهنا مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة سكر، عنا باكو خميرة، وعنا شوية كليل. نصبوهم وعنا لهنا زيت زيتونة، نخلط شوية الزيت، مغرفة صغيرة، مغرفتين، وهذه الثالثة، وعنا كعيب عظم، كعيب عظم، وعنا الخميرة. سامحوني في المرة الأولى كي حطيت ملح وسكر وغارليك باودر، مش خميرة، غارليك باودر، وهذه طول خميرة، مغرفة كبيرة خميرة. نحركوا كل شيء مع بعضه. بسم الله. نحرك كل شيء مع بعضه. بعد نزيدها هذه الصوص، خليها على شيرة، نزيدها الماء سخون، ما هوش سخون برشا باش ما يقتلش الخميرة. وصفة سهلة وفي المتناول، نعملوها ونفرحوا بها صغيراتنا. زدناها الماء ونبداو نلمو فيها بشوية. الماء عينك ميزانك، كما قلت في وصفة الخبز، انتي والخميرة، انتي والفارينة. سامحوني، نبدأ نلم فيها بشوية بشوية. فما شكون يقولك تتلم لمان عجينة البيتزا، وفما شكون يقولك تتعجن، وانا الحق جربتهم الزوز، جربت نلمها لمان وجربت نعجنها، والزوز عطاني نتيجة باهية. ونقعدو هكايا نلمو، وطوى صديقاتي بعد ما لميتها لمان نخليها ترتاح، نصيف ساعة ان شاء الله ونرجع لكم. وطوى رجعت لكم صديقاتي بعد ما خمرت وارتاحت، هاك حطيت لها شويه فارينه وبديت نحل فيها. بسم الله. تنجم تعملها بالقلقال ولا تنجم تحلها بيدك، معناه انا بور لو مومون طوعتني. نفكر بالمقادير: ارطل فارينه، عليهم شويه كليل، باكو خميره، مغيرفة صغيرة سكر، مغيرفة صغيرة ملح، شوية غارليك باودر للي عنده. البنات انا لهنا نستعمل غارليك باودر خاطر الحمد لله معناها متوفر عندي بالقدي. وانتي كيفاش تحب الابيسور نتاعها. نجيب الطبق، طبق مدور. بسم الله. الطبق هذا ما غير ما ندهنه بالزيت، نزيد نحلها على كبره. شفتوها؟ بالسكينة هذه عندي صوص. عسلامة صديقاتي، طوى البيتزا حضرت ما شاء الله كما تشوفوا فيها، بنينة خفيفة وتشهي ما شاء الله، ويحبوها الصغار قبل الكبار.
وعملوا لي زوز بيتزات. عملوا لي زوز الزوز ما شاء الله، جاوني بنان ما شاء الله. هذه الاولى وهذه الثانيه ما شاء الله، هاكم تشوفوا سهله وما تتكلفش، وان شاء الله تجربوها. وما تنساوش صديقاتي باش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتشجعوني في القناه، ويعطيكم الصحه، واستناوني ان شاء الله في فيديو قادم. سلام.